النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو موضوع حقن بنسلين طويل المفعول اللي الناس بتاخدها كل شهر او كل 3 اسابيع. هل ده صح ولا غلط؟ هل هم بياخدوها على اساس علمي ولا لا؟ وهنتكلم عن الحمى الروماتيزميه ازاي نشخصها بالشكل صحيح. تابعونا. اهلا بيكم وكل سنه وحضراتكم طيبين، معاكم الدكتور تامر اخصائي البطن العامه. في البداية أحب أقول لكم إن حوالي 99% من الناس اللي حاليا بتاخد الحقن البنسلين طويل المفعول بتاخدها بدون أي داعي، وغلط إن هي تاخدها وملهاش لازمة إن هي تاخدها كمان. تحبوا تعرفوا إزاي؟ هقول لكم. اللي بيحصل حاليا دلوقتي إن أي طفل زوره بيوجعه أو عنده اللوز بتلتهب وبعدين يلاقي رجله بتوجعه شوية مع شوية سخونية بيروح للدكتور، فالدكتور للأسف بيطلب له سرعة ترسيب وتحليل ASOT اللي هو تحليل الميكروب السبحي، فيلاقيهم عاليين شوية أو عاليين جامد كمان، فيقول له أنت عندك حمى روماتيزمية وعشان ما تدخلش على القلب فخد الحقن دي بنسلين طويل المفعول لمدة 6 شهور أو لمدة سنتين أو لمدة 5 سنين زي ما يقول، بدون أي فحوصات تانية وبدون أي حاجة تانية، وده طبعا غلط. عشان كده لازم اقول لكم ازاي الحمى الروماتيزمية بنشخصها تشخيص سليم عشان على اساس هنعرف هندي بنسلين طويل المفعول ولا مش هندي. عشان نشخص الحمى الروماتيزمية ركزوا معايا شوية، في حاجة اسمها علامات كبرى وحاجة اسمها علامات صغرى. العلامات الكبرى دي 5 حاجات، اول حاجة التهاب في القلب او في عضلة القلب او في الصمامات بتاعة القلب، وده اللي بيحددها الموجات الصوتية على القلب، وكمان بيبقى فيه صوت مسموع الطبيب هو اللي بيقدر يحدده ويقول ان في التهاب في القلب ولا لا. دي اول حاجة من العلامات الكبرى. تاني حاجة هي التهاب المفاصل، وفي فرق كبير بين التهاب المفصل وبين آلام المفصل. اللي بيحصل عند الأطفال عموما وعند الناس عموما ده اسمه ألم المفصل، إنما التهاب المفصل ده معناه إن المفصل نفسه بيورم وبيحمر والطفل ما بيقدرش يمشي عليه، وممكن كمان الأب أو الأم تكون شايلاه لأنه بيعرق أو مش قادر يمشي عليه خالص، ففي فرق. فالتهاب المفصل غير ألم المفصل، لأن ألم المفصل ده هنقوله بعد كده في العلامات الصغرى أو في الأعراض الصغرى. ثالث حاجة الكتل أو الكلاكيع اللي بتظهر تحت الجلد وبتبقى خصوصا في منطقة الكوع زي دي. رابع حاجة في حاجة اسمها الطفح الجلدي المهاجر، ودي برضو حاجات كده احمرار في الجسم بيطلع بالشكل المعين ده وبيهاجر وبيطلع من منطقة للتانية وبيظهر وبيختفي بسرعة، ودي من العلامات الكبرى. العلامة الأخيرة من العلامات الكبرى دي هي حاجة اسمها الكورية، أو هي حركات لا إرادية الطفل بيعملها، حركة لا إرادية كده نتيجة خلل كده في الجهاز العصبي المركزي زي اللي كانت بتحصل في الطفل بتاع فيلم بحب السينما. دي كده كانت العلامات الكبرى. أما العلامات الصغرى بقى، وهي دي اللي معظمنا بيلاحظها ويقول بقى ده هي دي كل الموضوع، العلامات الصغرى دي اللي هي ارتفاع درجة الحرارة، آلام المفاصل، آلام المفاصل مش التهاب المفاصل، ارتفاع سرعة الترسيب CRP اللي الدكتور بيطلبهم طبعا، وحاجه اسمها البرولونج بي ار انترفال، دي حاجه في رسم القلب بيبقى في مسافه كده بتطول شويه، دي كلها علامات صغرى. طيب بعد انت ما قلت لنا الكلام ده نعرف ازاي الواد عنده حمى روماتيزميه ولا لا؟ عشان اشخص الحمى الروماتيزميه لازم اول حاجه دليل على وجود الميكروب السبحي اللي هو التحليل الاي اس او تي اللي بيتعمل، زائد علامه من العلامات الكبيره وعلامتين من العلامات الصغيره، يا اما علامتين من العلامات الكبيره. يعني من الاخر ما ينفعش اشخص بسرعه ترسيب بس وسي ار بي مع الاي اس او تي، ما ينفعش اشخص بالام المفاصل مع اي اس او تي، ما ينفعش حتى اشخص مع اي اس او تي وسي ار بي واي اس ار والام المفاصل وارتفاع درجه الحراره، كل دول لو موجودين وما فيش ولا علامه من العلامات الكبرى ما ينفعش اقول ان دي حمى روماتيزميه. فلازم على الاقل علامه من العلامات الكبرى مع علامتين من العلامات الصغرى او علامتين من العلامات الكبرى، طبعا كل ده مع دليل على وجود الميكروب السبحي اللي هو الاي اس او تي اللي احنا بنعمله. يعني احب اقول ان مش كل الام في المفاصل، الام في المفاصل وارتفاع درجه حراره وميكروب سبحي موجود يبقى دي حمى روماتيزميه، سرعه ترسيب عاليه، اي اس او تي عالي، سي ار بي عالي يبقى حمى روماتيزميه. لا طبعا الكلام ده غلط. وبالمناسبه السي ار بي والاي اس ار دي حاجه اسمها علامات التهاب، اي حاجه في الجسم بتلتهب الحاجات دي ممكن ترفع، يعني لو واحد عنده كحه او سخونيه او التهابات مثلا في المسالك البوليه او اي مشكله، السي ار بي بيعلى والاي اس ار بيعلى وكرات الدم البيضاء كمان بتعلى، مش دليل على وجود الحمى الروماتيزميه. حاجه كمان لاحظتها اخيرا، ان واحد بقى يقول لك ايه، طب هو انا استنى لما تحصل العلامات الكبرى وبعدين ادي البنسلين؟ هو انا استنى لما الطفل الحمى الروماتيزميه زي ما بيقولوا تدخل على القلب وبعدين ادي البنسلين؟ طب ما ندي عشان ما تدخلش على القلب. طبعا الكلام ده غلط. ينفع اقول لك خد علاج سكر عشان ما يجيلكش سكر، خد مثلا علاج ضغط عشان الضغط ما يعملكش مشكله، ما انت في الاساس ما عندكش سكر وما عندكش ضغط، فبرضه انت ما عندكش حمى روماتيزميه، ليه هديك بنسلين طويل المفعول ومشيك عليه فترات طويله؟
وكمان اي دواء زي ما ليه نفع زي ما ليه اضرار، وممكن تكون اضرار خطيره جدا، يعني ممكن يكون من يحصل منه حساسيه لا قدر الله، حساسيه شديده ممكن تؤدي الى الوفاه لا قدر الله، ممكن كمان ياثر على الكلى وعلى الكبد بشكل كبير. ما ينفعش طالما انت ما عندكش اصلا حمى روماتيزميه ليه تاخد وفترات طويله، ليه؟ ما ينفعش طبعا. كمان كل الجايد لاينز ومنظمه الصحه العالميه لو شايفه ان اي حد يجي له التهاب في زوره وشويه الم في المفاصل واي سي ار يعلى، نديله كانت كتبت الكلام ده وكنا مشيناه عليه، لكن لا الكلام ده ما يحصلش والكلام ده غلط طبعا. يبقى في النهايه احب اقول لكم عشان نشخص حمى الروماتيزميه وندي على اساسها بنسلين طويل المفعول، لازم اي اس او تي عالي زائد علامتين من العلامات الكبيره او علامه من العلامات الكبيره وعلامتين من العلامات الصغيره بس كده. وفي النهاية أحب أشكركم، شكرا ليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين، اعمل سبسكرايب ولايك وشير، شكرا ليكم.